القراءة حرف الكاف. أولا أحدد المقطع الذي فيه الصوت الكاف. كاء سن صوت الكاف في أول الكلمة في المقطع كاء. سك كي نون صوت الكاف في أول الكلمة في المقطع سك وفي وسط الكلمة في المقطع كي. شو كون صوت الكاف في آخر الكلمة في المقطع كون. ثانيا ألون حرف الكاف. كو رو مون حرف الكاف ألون حرف الكاف. سا ما كا تون حرف الكاف ألون حرف الكاف. دي كون كون حرف الكاف ألون حرف الكاف. ثالثا أقرأ. ك كلب. كو كرة. كي كتاب. كا كاتب. كو كوب. كي كيس. كن بركا. كن كعك. كين باك. عندك مال أفكار كثيرة.